من ساعتها بطلت سجاير. بجد بطلت سجاير؟ برافو برافو. انت كده بقى ندور لك على عروسه وتقعد في البيت. ايه ده في فتره غيابي بقى دمك خفيف شيء عظيم. ميرسي. طيب 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 هزرنا والحمد لله على السلامه والحاجات دي كلها. لازم نسكور دلوقتي حالا عشان انا حاجتي خلصت وبموت من امبارح. بيس اتكلم حد نسكور مني. طب يلا كلم عطو. لا عطو لا عطو ده كافر اصلا. وبعدين ليه عندي 5000 جنيه؟ لو كلمته هيقعد يقول لي هات ال 5000 جنيه وانا بصراحه مفلس. واعملوا حسابكم اسكورت النهارده يا هتبقى على حسابك يا هتبقى على حساب الاستاذ. انا ممكن اتكلم راشد خليه يعمل معاكوا كادو. بس انا هو بين اصحابه قوي واحتمال اقابله بالليل. راشد فاكرين يا جماعه السيرفنت اللي كانت عندنا مرات راشد كان اسمها سالي؟ مالها بقت مالتي مليونيره. نعم طبيعي. مالتي مليونيره ازاي؟ طبيعي انا قعدت مع راشد هو بيديل شارلي بملايين فطبيعي ان مراته تبقى مليونيره. لا ماما قابلتها في حفله كبيره وعرفت منها انها بقت صاحبه شركه عقارات كبيره جدا ومتجوزه دلوقتي حد تاني غير راشد هو بيزنس مان كبير اسمه مراد. ايه يا عم الفتي اللي انت بتقوله ده؟ ماما القصه دي ما تشغلنيش خالص. انا اللي يشغلني دلوقتي يا انت تكلمي دلوقتي راشد عشان نسكور يا اما حد يكلم اي حد نسكور دلوقتي. بالظبط. قد ايه الحياه دي كانت ممله قوي يا جماعه. انا كنت في ازمه كبيره معاكم الحمد لله انا خرجت منها. انجوي انتوا وبسطوا وسكوروا واعملوا حاجات كده ما تكلمنيش. باي باي. تشاو تشاو. هو الواد ده ليه بقى تقيل قوي كده ليه؟ تلاقيه بس فرحان عشان هو لسه مبطل. كل يوم انه يرجع يضرب تاني اصلا يعني. هما اللي بيبطلوا بيبقى دمهم تقيل قوي كده؟ مش عارفه بقى مش عارفه. صباح الخير. ازيك يا مختار؟ ازيك يا سامح؟ اتفضل. ازيك؟ اشربوا ايه؟ قهوة سادة. نسكافيه. بابا الله يرحمه كان بيحب المكان ده قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. انا عارف يا مختار انك كنت بتحب بابا. علشان كده لغاية دلوقتي انا مش قادر افهم الموقف. والله انا سامح اللي مش فاهم انت عايزني اعمل ايه بالظبط. تقف جنبنا تساعدنا نرجع الشركه وبعدين اللي انا عارفه ان انت قريب جدا من اللي اسمها داليا دلوقتي. وداليا ما عندهاش نيه انها تتنازل عن اي حاجه. بس احنا ما قلناش تتنازل. انت هتقدر يا مختار تخليها تمضي على اي ورقه او شيك من غير ما تاخد بالها؟ بذمتك انت متخيل ان انا ممكن اروح اعمل حاجه زي كده؟ مختار احنا في ورطه كبيره ولازم نحلها واللي سامح بيقدمه لك ده هيبقى ديل. ديل ايه بقى؟ هدي لك 25% من اصول الشركه وكمان كرسي في مجلس الاداره. ايه رايك؟ مش فاهم يا سامح. هتديني حاجه مش بتاعتك ازاي يعني؟ انت رايح فين نقعد؟ احنا بنتكلم. ايه ده؟ مع السلامة. ده اتجنن. غالبا. يلا بينا. يلا. وادي شهادة الميلاد وادي البطاقة. ألف مبروك يا عادل بيه. الباشا الكبير مبسوط منك قوي. انت وفتون. يا معلم في ايه؟ هو اللي قال لي كده. برضه راحت له الجزمه من ورايا. انا كنت خلاص مش عايز الورقه واستعوضت ربنا في ال 4 مليون. والله وعليته بايه بتستعوض ربنا في 4 مليون جنيه يا راشد؟ تعبيط يا راشد. هي كانت مراتك ولا ايه؟ قفل ونبي يا هاب على الحوار ده خالص. طب مراتك اسمها سالي؟ سالي؟ لا. غريبه. كريم قال لي انها كانت شغاله عندهم وانها اسمها سالي. كريم رجع؟ اه قابلته الصبح في النادي وقال لي ان مامته شافتها في حفله كده. عسليه؟ سوري؟ سالي يعني سالي كملي. بس كده هو ده اللي قاله لي. كريم. فين ماما اهلي؟ مين لسه صاحي؟ مين لسه صاحي؟ معقولة بتطبخي بنفسك؟ اه بطبخ بنفسي يا حبيبي. ها
هات رجلك الحلوه دي. ايه؟ البس. يلا يا دوسه لو سمحتي طلعي نام. يلا على النوم بقى. عشان احنا بقينا متاخر. يلا. تطبخي ايه؟ زي ما انت شايف كنت بطبخ طبيخ كمان. تحولي هنعمل ايه في موضوع الفيلا يا مختار؟ انا خايفه لا يطردوني. اظنش. لا الفيلا دي تمنها بالكتير ما يجيبش 20 مليون جنيه، واعتقد يعني لو عملوا كده هنطالبهم بالورث. هما بيعرفوا يحسبوا كويس ومش هيعملوا حاجه زي كده. بقى انا بحب المكان ده قوي. اول مره جيت على الفيلا مع مراد كان ساندني على كتفه واحنا راجعين من المستشفى، ويوميها قال لي ادخلي البيت بيتك. عمري ما كنت اتخيل ممكن ده يحصل بجد. كل ما افتكر ان انت قدرتي تقنعيني انا ومراد وكل الناس انك مش فاكره اي حاجه، بصراحه اخاف منك. ولا ممثله في اجدع فيلم. مش كده برضو؟ ما انت فاكر ان دي اصعب حاجه عملتها؟ ده انا مره في الميني قعدت شهر ما بنطقش، عامله فيها خرصه. بس والله كان غصب عني. أنا ساعات لما بفتكر الأيام دي أحس إن أنا كنت واحدة تانية مش أنا. طب تصدق إن ولا حاجة من دي كانت مترتبة؟ كنت لابسة 100 وش في بعض. ويا ترى بقى اليومين دول أنت لابسة أنهي وش فيهم؟ مع شاهين ابني انا لبنى، وفي الشركه انا داليا. ساعات كتير بفتكر وبتوحشني زينب في اسكندريه. كانت ايام هدوء. بس تعرف مين اكتر واحده وحشاني فيهم؟ عسلية. كل ما ابص في مرايتي بشوف عسلية. عسلية اللي هربت منها. ساعدني يلا. انا فتحت لك الكيس. افتح دي كمان. فاهمة؟ ايه يا راشد؟ انت ايه اللي جايبك في وقت متأخر زي ده؟ وعرفت ان انا رجعت من السفر. وليه جايبك دلوقتي يا راشد؟ في ايه؟ ما تتكلم معايا عادل، بتكلمني كده ليه؟ اهدى يا راشد اهدى. انا ما بقاش ليا علاقه باي حاجه ليها علاقه بالضرب ولا باي. انا مش جاي الضايف. ماشي يا سمر. انا عرفت من سمر ان انت وامك شفت عسليه. عسليه؟ اكيد سمر بتقول اي كلام. انا لسه راجع من السفر يا راشد، ماليش دعوه بالحاجات دي خالص. اقول لك ايه يا كريم؟ هجيب لك رقبتك. فيها يا راشد؟ انت بترفع عليا مطوه في بيتي يا راشد. اوبعك كمان. بس يا راشد. ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين؟ ده راشد يا ماما. راشد جوز عسليه. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عسلية فين؟ هجيب رقبتكم انتوا الاثنين وما كلمتوش. استنى بس، انا شفتها شفتها. هي دلوقتي ما بقاش اسمها عسلية، اسمها داليا نور، متجوزة بتاع مقاولات اسمه مراد الجرحي، وبتدير شركته. روح لها هناك. وكمان انا ما بقاش ليا اي علاقة بالمخدرات والحاجات دي، والله العظيم بطلت. هو خلاص بعد بعد. تمام. استنى، رايح فين؟ انا هاجي معاك. انت stay here. والواد يا بت طلع كريم. يخرب بيت سنينك. فتون يا فتون. فتون يا فتون. اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. استنى بس. اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. طيب اقفلي. طيب يا حبيبتي هرجع اكلمك تاني. باي باي يا اختي. لقينا عسليه. ايه التخريف ده؟ زي ما بقول لك كده. عارفه الواد كريم اللي كان شغال عنده في البيت، اللي هو شغال معاه بيبيع مخدرات؟ امه قابلتها في حفله. طب وهنعمل ايه؟ هنروح لها طبعا. نروح لها؟
انت عايز تودي نفسك في داهيه؟ انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ان عسليه هربت منك عشان انت قتلت الحسن؟ لو رحت لها هتسلمك. مفيش الكلام ده. عسليه بقت غنيه دلوقتي وعندها شركه وملايين. غنيه؟ شركه ايه وملايين ايه؟ جابتهم منين يعني؟ دي كانت ماشيه ببقجة هدومها يا ستي. لما نروح لها نبقى نعرف حكايتها. هنروح لها فين دي؟ الشركه، شركه مراد للمقاولات. شركه مراد للمقاولات؟ ايوه. ايه المشكله؟ خلص سيجارتي واقوم البس. البسي وحصليني بقى. غير هدومك. كويس ان انا رجعت لكم المكتب النهارده. احنا عملنا كده كل الشغل اللي كان متاخر علينا. كل واحد فيكم عمل اللي كان لازم يعمله. شكرا. وانا اسفه يا جماعه ان انا اخرت كل حد بالليل. بالعكس انا بقول اللي عملناه النهارده ده كان مهم جدا، وانا هبلغ مختار بكره بمواعيد تسليم الوحدات اللي اتفقنا عليها. تمام. بس خد الشيك ده وصوره وبعته للبنك. تمام. اتفضل يا استاذ. ميرسي. مروه لو سمحتي. أيوة. انا عايزاكي 10 دقايق عشان موضوع التصميمات. حاضر يا جماعه. دي لسه جايلك عشان ورق التصميمات. اتفضلي. شكرا. ايه ده؟ يا عم ما الناس رايحة جاية يا عمر، بتقول الشركة قافلة ليه؟ وبعدين بقى مش قلت لحضرتك أكتر من 10 مرات مش هينفع؟ يا باشا يا باشا احنا بقالنا كتير ملطوعين في العربية بره، شوية عندها اجتماع مهم، شوية قاعدة مع استشارة مش عارف عاملين ازاي، واحنا جايين نقابل وزارة التموين. يا فندم ده ليه هنمد رئيس مجلس الإدارة مش هينفع تقابلنا من تاخد معايا. طب عليا النعمة من نعمة ربي، لو عرفت اللي أنت بتعمله ده لا تكون مرفوض على إيدي. ليه وحضرتكم مين؟ أنا فتون اختها شقيق. انت بتقولي ده؟ واحنا مش لازم نعمل مفاجاه يعني؟ اهي تعرفوا السلام. طب انا اسف يا فندم بطايقكم. يا سيدي لو على البطايق اهي البطايق، بس دخلنا بقى ابوس ايدك يعني، اتلطعنا كتير. خد فتونه اهي اختها. انا اسف يا فندم لاجراءات الشركه. انا اسف يا سيدي. ولا يهمك. انا هخش ابلغك. بسرعه يا اخويا. الله ده ايه القرف؟ هو صعب ليه كده صاحبك ده؟ الكوتيشن ده دراسه. طيب تصميمات. حلوة عجباني، بس متهيألي محتاجة شوية موديفيكيشن، شوية الألوان باردة. اوكي بس كده. هو أنا هستنى مختار لغاية ما يجي ياخد رأيه بالموضوع ده. اه طبعا، يعني أستاذ مختار ده إنسان حساس وراقي جدا وفنان كبير قوي. هو حضرتك فنان تشكيلي وموهوب كبير، وعند حضرتك حق انك تاخدي رايه كده. مختار كان اقرب حد لمراد جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. عشان كده انا بثق برايه. عموما اخبار الاعلانات بتاعت الكومباوند اللي اتصورت. ايوه، ما انا لازم اعرف انتوا مين عشان ابلغها. قول لها اختك. انت هتقعد تبحلق لنا طول النهار؟ خف نفسك. خلاص ماشي حاضر. ثانيه واحده. ده عارف. معلش يا فندم انا اسف جدا، بس اصل في واحده واقفه بره مصره انها تقابل حضرتك وبتقولي انها اختك. وبعد كده لازم تقولي ان انت اختها دي. امال اقول ايه؟ ما انت تنيري تسكتي يا عم. خلينا نخلص. ناس عايزين نقابلها وخلاص، لازم تقولي اختها. هتدخلني لما تعرف ان انا اختها. قفشت في دماغها وما دخلتش. هدخل هفتح الباب وهدخل. تحب ادخلني؟ مع حد؟ اي فندم، معاها راجل كده بس بصراحه معليش وقت. طب ما تدخلهمش، قول لهم استنوا 10 دقايق. خلاص اوكي حاضر. اتفضلي. اوكي يا مروه. 10 دقايق ومدام دالي هتقابلكم، ما تتحركوش من هنا. الحق ده البت شكلها اتغير خالص. هي 10 دقايق وهتقابلكم، الموضوع خلص. الحقني يا مختار. راشد دفتور على باب الشركه. قلبي من جوه. النبي يا حبيبتي انا كنت عارفاني هاخدك في حضني من زمان. اختي يا عسليه يا عمر. معلش يا فندم انا اسف جدا، بس ما قدرتش امنحهم الدخول. انا اسف. اتفضل انت يا سعد. حاضر. اتغيرت يا عسليه.
اتغيرتي وحلويتي واتدورتي كمان. انت بتتكلم مع مين؟ مين عسلية؟ انتي عسلية مراتي. عسلية اللي رجال البلاء كلها كانت بتحوم حواليها وانا اللي حميتها واتجوزتها. عسلية اللي يوم فرحنا دخلت عملت لها العشاء. عسلية اللي ليلة دخلتنا عيطت وانا على رجليها. يا اختي اللهم صل على النبي. ايه ده كله يا بنت؟ عملتي ده كله امتى يا بنت القرد؟ لا انتوا فاهمين الموضوع غلط خالص. هنا مفيش عسلية. هنا انا داليا نور صاحبة الشركة دي. طب ما انا عادل فكري رجل اعمال. وانا يا اخويا زي المان فتول. لا عسلية. لا ما تعملهمش عليا. انا خلاص عرفت كل حاجة. اتجوزت عليا اتنين ويا عالم مين تاني. وخلفت نونة بس من الحرام. النونة يا اختي ده انا من ساعة ما عرفت انك خلفتي وانا نفسي ادلع النونة. شبهك اكيد. شبه امها الله يرحمها. اقول لك انت وهو. انا معرفش حاجة عن الكلام التافه اللي انتوا بتقولوه. افتحوا الباب اللي هناك واخرجوا برا وانسوا اي حاجة عن الموضوع ده. وقال عيب. عيب لما تيجي تتكلمي مع جوزك اللي انت سبتيه وهربتي بقالك ياما واتجوزتي عليه اتنين ويمكن اكتر تبقى بتتنفضي وانت واقفة. راشد الغول اللي ممكن يقطع لك رقبتك بس انا مسامح. معقولة كده يا راشد؟ لا يا اخويا ما يصحش. البت تتخض. الله. وبعدين ما ينفعش ده احنا عيلة واحدة. امال ايه؟ أنا كان غرضي بس أقولك إن أنا عملت فلوس كتير أنا وراشد يعني. وأنت يا أختي عاملة فلوس. اللهم صل على النبي. نحط الفلوس على بعض ونبعت نجيب علي وراشد أهو اسم الله عليه موجود ونعيش عيشة فل كلنا. إيه داليا في إيه؟ الحقني يا مخرج. مين الناس دي؟ الناس دي؟ الناس دي أوسخ ناس في العالم. أه؟ ده مين يا ابني أنت وهي؟ اتكلوا على الله. يلا اطلع بره. أنا جوزها. انت مين؟ انا المختار. اطلب لهم الامن يا مختار. خدي بس راح فين؟ عايزين مني ايه؟ سيبوني في حالي بقى. اطلب البوليس بسرعه. في ناس هنا بتتهجم على داليا هانم. ايوه هنا في المكتب بسرعه. قلبك ابيض يا فخامه. ماشي عسليه. انا ماشي بس بقول لك ايه؟ انا راجع تاني. سلام يا المختار. يلا فتوح. سلام يا بنت ابويا. ماشي يلا فتوح. يلا يا اخويا. يا اخويا على مهلك. بتجرب ايه بقى؟ يلا مش وقته. هات البطايق في مكتب الامن جوه. ثواني اجيبها لحضرتك. طب يا اخويا هات البطايق. يلا اتحرك اتحرك يا عم. البطايق مش مهم. مالك مجرجرني كده ليه؟ واحنا خرجنا برا الشركه خلاص. يا وليه بقول لك بلغوا البوليس. بس عسليه عمرها ما هتسلمك يا اخويا. وبعدين هي ملطوطه عليها 80 حكم. انا غلطان اصلا ان انا جيت هنا. انا عرفت مكانها ومش هحلها. يا عم استهدى بالله. يوه يا فتون. انا هوصلك وارجع اجيب البطايق. ليه بقى يا اخويا؟
قلقان من عسليه بصراحه. هي اللي تقلق منك مش انت اللي تقلق منها. يا فتون يا فتون، عسليه عايز تربط حبل مشنقها وين رقبتي؟ يا اخويا قلت لك ما تخافش. هي صحيح قالت انها ما تعرفناش، لكن وشها بقى كان عامل زي اللمبه عمال ينور ويطفي من الرعب. هي تخاف يا اخوي، لو بلغت عنك ما انت هتحكي الموضوع واحده بواحده. طب بقول لك ايه؟ انا هخلي عطوه يرجع الشركه ويسال على بيتها فين. مش في السخن، استنى يا اخويا تهدى وبعدين نبقى نتكلم. ما تبص قدامك يا اخويا هنعمل حادثه. ما انا باصص اهو، ما تيجي تسوق انت يا فتون. ما بعرفش اسوق. يبقى تسكتي بقى. النيله اللي احنا فيها دي اهو بالراحه. شوف الوريه خرجوا من الشركه بسرعه وما خدوش بطايقه، وانا اتصلت بالشرطه وهعمل فيهم بلاغ بالبيانات اللي موجوده في البطاقتين دول. شرطه ايه؟ مفيش داعي للشوشره يا مختار. لا مفيش داعي، خلاص طالما مشوا انت مش هتقول مشوا خلاص. لو حد من الشرطه اللي انت كلمتهم سال بقول لهم الناس دي هربت. حاضر يا مختار بيه، بعد اذنكم. فتون سعيد ثابت اختي، واللي معاها اللي معاها ده بقى هو راشد اللي اتنيل اتجوزته. ايوه بس بطاقته بتقول انه عادل فكر شحاته. اكيد مزوره طبعا. يا رب يا رب دول جولي منين؟ عرفوا طريقي منين؟ انت خايفه كده ليه؟ مفيش اي حاجه تثبت ان انت عسليه اللي هم جايين يدوروا عليها دي. يعني لو بلغوا عني. لا مش ده قصدي يا مختار، مش ده قصدي. راشد ما يقدرش يبلغ عني. ليه؟ راشد قاتل اتنين، يعني اكيد محكوم عليه بالاعدام. اللي مخليكي مرعوبة منه؟ عشان عارف طريقي يا مختار، مش هيسيبني في حالي. سفرني أي بلد أنا وابني شاهين. أنا لازم أسيب البلد حالا. تسيب البلد ده إيه وتهربي إيه؟ عشان ده أمر سهل جدا. مش بتقولي محكوم عليه بالإعدام؟ خلاص نبلغ عنه. أنت ما تعرفش راشد. راشد ده شيطان، شيطان ماشي على الأرض. خليني أختفي يا مختار. أروح أي حتة. أنا مش عايزة أقعد في البلد دي، خلاص عرفوا طريقي. فتون دي، فتون هي اللي بوظت حياتي. ما كانش لازم يعرفوا طريقي. ما كانش المفروض. لو سمحت يا داليا، مش هينفع نفكر وأنتِ في الحالة دي. أنا هنصح.